السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم من سنترال رويال جاردن وبعض المحل بنصور لكم حل منه. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. فيا رب يكون معلومتي كده مفيدة. فلازم حبيبي عشان تيجي تايلاند لازم تخش الموقع الإلكتروني وتسجل اسمك وبياناتك ومنهم اللقاح، ان انت خدت الايه، خدت اللقاح وصورة اللقاح، علشان بعد كده تصبر 7 ايام، يقوم بعد ال7 ايام يوافقولك، تتم الموافقة لك على الدخول تايلاند. وافقولك على الدخول تايلاند بتاخد صورة، بتاخد الصورة اللي جايلك ديت، وبتركب الطيارة وبتوصل بانكوك، وبتوصل عندنا ان شاء الله بالسلامة مطار سوفانابوما الدولي. وبعد كده اوريدي حضرتك بتوريهم ان انت تمت الموافقة عليك، يعني لازم يتوافق عليك برضو. واساسا في الموقع الالكتروني لازم يكون صورة اللقاح ان انت خدت التطعيم. يعني اقولها لكم كده يا جماعة بالبلدي المصري بتاعنا، تايلاند مش هتسمح لحد يخش تايلاند ما خدش لقاح، خلاص دي معلومة انا بقولها وعلى مسؤوليتي، وبعدها هوت وما زلت بقول على مسؤوليتي، تايلاند لن تسمح تايلاند لحد يخشها ما خدش التطعيم. انسى الموضوع ده، ما خدتش اللقاح، حضرتك ما خدتش اللقاح قبل ما تخش تايلاند مش هيدخلوك، لاني يعني معظم دول العالم، معظم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا دايخ عليك يا شيخ، اخيرا لقيتك، انا دايخ عليك. معظم دول العالم خلاص هتتعامل مع الفيروس، معظم دول العالم خلاص، محدش عارف نهايه الفيروس ده امتى، كلها تكهنات وكله بيقول كلام، اي كلام فاضي معقول زي ما بيقولوا، اي كلام فاضي معقول، كله بيقول كلام، لكن محدش عنده ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. فالكل خلاص عمال يقول، لكن حد يعلم الفيروس ده نهايته امتى؟ مفيش الكلام ده. فعلشان كده دول كتير في العالم هتفتح الدول بتاعتها وهتتعامل مع الفيروس، لان الاقتصاد بينهار في العالم كله بلا استثناء حد، الاقتصاد بينهار. فخلاص يعني لازم دول تفتح علشان خاطر تتعامل مع الفيروس. حتى دول صرحت رسمي ان لازم التعايش، قالت للشعوب بتاعتها لابد من التعايش مع الفيروس ده، وده امر طبيعي وده الصح. ليه؟ علشان خاطر محدش عارف نهاية الفيروس ده ايه، وكورونا يعني ربنا يرفع هذا الوباء، دمرت الاقتصاد العالم كله، الدول العظمى انهارت، وما زلت بقولها. فخلاص كل اكترية الدول، مش عايز اقول كل الدول عشان محدش، لا انا بقول لك اهوت، اكتر معظم دول العالم هتتعايش مع الفيروس، لاني مش عارفين نهايته ايه، وطول ودمر الاقتصاد ودمر السياحة ودمر الدنيا بحالها، فلا بد من التعايش، فتح الدول عشان الاقتصاد ما ينهارش في معظم دول العالم. وان شاء الله نسيبكم تتفرجوا، بسم الله الرحمن الرحيم. أبوك مدمن إعلام يا أحمد.
خد يا معلم. اي هي دي اخرى هتاكلها؟ دي مش اكل دي يا معلم. انا مش عايز اطلعك على اليوتيوب. طيب وقفتها.